السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أفضل أدوات أعجبتني خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس. سأريكم الأدوات المتوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. طبعا الأداة الأولى والتي أعجبتني كثيرا وأراها يعني أن أستحق أن أذكرها، أول أداة وهي أداة الألامبيوس. هذه الأداة يعني تمكنك أو تعطيك العديد من الخيارات. الخيار الأول هو يعني في العادة عندما تقوم بالضغط مرتين على زر الهوم سيظهر لك قائمة التطبيقات المفتوحة، ولكن في هذه الحالة شاهد معي كيف تظهر هذه التطبيقات. كما ترى مشاهدي الكريم، وعندما تريد إغلاق تطبيق معين تضغط فقط عليه، يعني تمريره من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل كما تريد. إذن هكذا إذن كما ترى مشاهدي الكريم. بعد ذلك يوجد بها أيضا ميزة أخرى، هي التمرير من اليمين إلى اليسار هكذا، تظهر لك شاشة الموسيقى. تمرر أيضا يظهر لك الكنترول سنتر، لأنك في العادة عندما تقوم بالتمرير من الأسفل للأعلى سيظهر لك الكنترول سنتر، ولكن في هذه الحالة لن يظهر، بل يمكنك الوصول إليه من هذه الصفحة. ويوجد به الكثير من الخيارات الأخرى، منها الاهتزاز، VPN، فتح الفلاش، الواي فاي، الإعدادات، تدوير القفل، خدمات الموقع، يعني العديد من الخدمات الأخرى، مستوى الإضاءة أيضا، الأيردروب من هنا. تستطيع كذلك تغيير شكل التطبيقات أو النوافذ التي تظهر بتكبيرها وتصغيرها، يمكنك جعلها فقط يعني أيقونات كذلك، يعني العديد من الخيارات في هذه الأداة الرائعة. يمكنك تخصيصها كما ترى أيقونات فقط هنا، تكبر هكذا حتى تصبح بالشكل الذي تريده. إذن هذه الأداة، أداة الألامبيوس. الأداة التي تليها وهي أداة المايكو. هذه الأداة تعطيك اختصار لفتح أي شيء تريده. على سبيل المثال أقوم بالتمرير من الأسفل إلى من الأعلى إلى الأسفل هكذا لأقوم بكتابة أي شيء والبحث عن أي شيء، ولكن أقوم فقط بالضغط على زر السي لمدة ثانية ويعني أنزع صبعي وأفتح الكاميرا، لأن هذا الخيار هو الذي قمت بتخصيصه. يمكنك تخصيص أي شيء تريده بالدخول إلى إعدادات الأداة، أداة المايكو، والدخول إلى هذا الخيار وضغط على زر البلاس. يمكنك بعد ذلك كتابة العنوان الذي تريده للاختصار، وكذلك الاختصار سواء كان حرف سي مثل ما أريدكم أو أي حرف، يعني يمكنك اختيار الحرف الذي يبتدئ به اسم التطبيق. بعد ذلك وبعد إنشاء الخيار أو إنشاء الاختصار تدخل إليه وتختار ما الذي يجب عليك فعله لهذا الاختصار. يمكنك اختيار الكاميرا مثل ما فعلت أنا أو اختيار أي تطبيق تريده. إذن هذه هي الأداة الثانية. الأداة التي تليها وهي أداة مميزة للغاية إذا كنت تعشق الدردشة والمحادثات النصية أو الكتابة أو كتابة الرسائل السريعة على هاتفك الآيفون ورؤية ما تراه أمامك. على سبيل المثال هكذا أدخل إلى الرسائل لكتابة رسالة جديدة، فهنا كما ترى الكيبورد يعني عادية جدا عندما أقوم بالكتابة، ولكن إذا كنت أتمشى يعني في الطريق يمكنني باستعمال أداة الـRIKEY بالضغط مطول على زر سبيس هكذا وتفتح الكاميرا أمامي. إذا كنت تمشي في الظلام يمكنك أيضا فتح الفلاش بالضغط مطول على حرف الإف هكذا ويفتح الفلاش، ويعني تمشي وتطبع وترى ما وراء الهاتف وأنت فقط تقوم بالكتابة على هاتفك الآيفون. أداة رائعة للغاية، أداة الـRIKEY. الأداة التي تليها وهي أداة الجيوس 2. هذه الأداة تقوم بتغيير الموسيقى في هاتفك بالكامل، يعني في الحالة العادية في 8.4 تطبيق الأبل ميوزك يكون باللون يعني الوردي أو البودري، ولكن أنا قمت بتغييره باستخدام هذه الأداة إلى اللون الأزرق الذي يأتي افتراضيا مع هذه الأداة. يمكنك الدخول إلى إعدادات الأداة وتغيير اللون واختيار اللون الذي تريده. إذا تدخل إلى إعدادات الأداة وتختار هذا الخيار، ومن هنا يعني تنزل إلى الأسفل وتختار الشكل الذي تريده، يعني تخصيص اللون كما ترى تغير لي هنا يولترا دارك، تغير إلى اللون الأسود لايت
كما ترى. يمكنك أيضا يعني التكبير والتصغير من هنا، يعني العديد من الخيارات، وهذا النموذج الذي سيكون متوفر لديك. يمكن اختيار اللون، إذا اختار هذا اللون، اختيار اللون الذي تريده وتضغط على حفظ. كما ترى تغير لدي شكل الموسيقى في هذه الأداة التي تليها، وهي أداة الكونفر سايز. هذه الأداة يعني ببساطة أداة رائعة للغاية. سأريك ماذا تفعل. إذا أدخل إلى إعدادات الأداة وأقوم بتفعيلها. عندما تقوم بإغلاق الشاشة هكذا، إذا لم تفعل الأداة بعد، هكذا أقوم بتشغيل وإغلاق الشاشة. إذن كما تشاهد مشاهدي الكريم، العديد من الخيارات تغيرت، لا تكترث يعني للساعة من الخلف، ومن يعني توجد ساعتين فأنا أستعمل أداة أخرى تظهر لي الساعة بهذا الشكل، ولكن يمكنك إخفائها. وعلى العموم هذه الأداة تمكنك يعني من يوجد بها العديد من الخيارات. على سبيل المثال التمرير من عندما تقوم يعني تريد فتح القفل، فقط تمرر من ليس من اليسار إلى اليمين هكذا يتم فتح، ولكن من الأسفل إلى الأعلى هكذا، وتظهر لك الباسورد تقوم بإدخالها. وإذا لم تكن تريد ذلك تضغط على علامة إكس هنا. هناك التمرير من الأعلى إلى الأسفل هكذا حتى ترى درجة الحرارة في منطقتك فلورنسا. أنا قمت بتغيير موقع فتظهر فلورنسا، يجب أن تظهر طرابلس هنا. تظهر لك درجة الحرارة، يظهر لك أيضا تاريخ 31/7، لا توجد لديك مواعيد قمت بتحديدها، أيضا الوقت ودرجة الحرارة كما رأيتكم، أيام الأسبوع، بعض يعني الأخبار CNN. بعد ذلك إذا كنت تريد يعني قم بإقفالها أو الرجوع إلى الشاشة الرئيسية هكذا. إذا أداة رائعة ومتميزة، يوجد بها العديد من الخيارات، يمكنك تخصيصها من خلال إعدادات هذه الأداة. الأداة التي تليها وهي أداة الأداة الأخيرة مشاهدي الكريم، وهي أداة الألامبيوم. هذه الأداة تعطيك خيارات عديدة للسكرين شوت في هاتفي. عندما أخذ هكذا سكرين شوت، إذا كما ترى تظهر لي الكثير من الخيارات، منها سيف تو فوتو ليبري يعني حفظها في ألبوم الكاميرا، أو يعني نسخها في الكليب بورد، تقوم فقط بالذهاب إلى أي محادثة ولصقها أو شير. يمكنك اختيار المكان الذي تريده في تويتر، فيسبوك، فليكر، أي مكان تريده. إذا كانت هذه هي أفضل أدوات أعجبتني خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس. يمكنك يعني متابعتي الجمعة القادمة أو السبت القادم حتى ترى أفضل الأدوات الجديدة. غير ذلك يمكنك متابعتي في عدة مجالات تقنية غير أبل، منها ويندوز، طريقة تنصيب هنا ويندوز 7 إذا كنت ويندوز 10 عفوا إذا كنت يعني مهووس بالويندوز وتريد تنصيبه. هنا شرح مفصل بالكامل قمت بشرحه بالأمس. يوجد كذلك عديد من التطبيقات في المدونة فقط على th3vw.com. أرجو منك كذلك الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب قناة العالم الافتراضي، والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. لم يبقى لي سوى أن أودعكم، لا تنسى كذلك متابعتي على تويتر. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.